بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ممكن تحس إن الوضع كده يعني برضه مش زي ما أنت عايز، هي أصلها الافتراضي هي معمول لها يعني استكد على فوق شمال، دايما هو بيميل لأن هو يدي العناصر في لوت ليفتات، فأنا مش عايزها كده، أنا عايزها ترشق في مكان معين، أنا مش عايزها تيجي في القصة دي. طيب بالنسبة للألاينمنت أنت عندك نقطتين، عندك إما تحاسيها في الميدل او تحاسيها في البوتوم او الافتراضي بتاعها ان هو يفضل زي ما هي كده، تمام. مثلا بالنسبه للميدل الفكره بمنتهى البساطه هو مين اللي عايز يتحاز يا جماعه؟ ها انت عايز تحازي السكشن ده، فهمني، يعني مش الكونتينر كله، الميديا اوبجكت كله، لا السكشن ده، السكشن بتاع الصوره بس، فتروح تضيف الكلاس الخاص بيه، يعني ولنفرض الصوره دي هنروح نضيف لها الكلاس اللي اسمه ميدل على كده، واعمل انا كنترول اس وشوف ريفرش هتلاقيها اتسنترت في نص الصفحه، تمام. خلونا طيب نبدل كده، بدل ما احنا عاملين في الناحيه الثانيه خلونا نعكس المساله شويه، يعني نروح نخلي الكلام ده يب كات، تمام، وناخد الكلام ده شيفت انتر، تمام، ونرجع هنخلي مثلا النص من فوق تاب والصوره هي اللي من تحت، اعمل كنترول اس واروح ادي الصوره برضو، او بلاش خلي ماشي مش مشكله، اللي انا هنفذه على النص هنفذه على الصوره، هخليها مثلا بوتوم، اوكي. انا عملت كنترول اس كده، انا بدلت خليت الصوره على الناحيه اليمين وهتلاقيها بمحاذاتها انا الكلاس بتاعي كده، انا عملت لخبطه شويه في الكود تبعي علشان السب نيل كده ما بقتش ماشي، انا هرجع بكنترول زد وخليني في كودي زي ما هو، ماشي مش مشكلة. أنا كنت عايز أطبق بس القصة بتاعت إن مش شرط يعني إن تبقى الصورة هي اللي على الناحية الشمال، ممكن تخليها يمين بس في الحالة دي أنت محتاج الكلاس بتاعها كله يروح معها، تمام. أنا كنت عايز أطبق الجانب اللي هو كان خاص بمسألة البوتوم ده، لو أنت عملت لها ألاينمنت بوتوم، طبعا الألاينمنت اللي فاتت ضاعت مني يعني، تمام. فأنت حاول نشوف إحنا ضيفناها فين، الكلاس اللي اسمه بوتون حطيناه على النص، فالنص اللي هو كده متحاز، طيب ربما تكون مش باينة، خلينا نحطها على الصورة تبان أكتر شوية. بوتون أعمل أنا كنترول إس وأنا عملت ريفرش، ألاقي إن الصورة عملت استاجد من تحت كده في النص كده من تحت، والافتراضي بتاعها إنها تبقى فوق شمال. ده بخصوص الألاينمنت للميديا أوبجكت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.